عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. أراك يا قلب يا رب بنور قلبي، وقلوب العابدين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش لحمى رب العالمين. يا رب ألهمتنا كثير من العلم فزدنا علما، والنهاردة هنتكلم عن سر جديد من أسرار القلب، وعن التأمل في آيات الله القرآنية وآياته الكونية المتمثلة في ذلك العضو المهم وهو القلب، وفي الغشاء الذي يلف القلب ويحيط بالقلب يحفظه ويصونه. احنا عارفين ان الصانع المبدع البشري ولله المثل الأعلى، لما بيبقى عايز يحافظ على جوهرة ثمينة تبص ليه لازم يختار لها صندوق أمين ومتين وحصين، وأيضا زيادة في التأمين والتحصين يلفها في غشاء سيلوفان رقيق ناعم جميل ليعبر عن الصيانة، وأيضا يعبر عن اللمسة البديعة في الصناعة. المولى عز وجل عندما صنع هذه الجوهرة المعجزة وهي جوهرة القلب التي تعتبر مضخة الحياة وتعتبر نبض الحياة، أيضا أحاط بها زي ما احنا شايفين في الفيديو بهذا الغشاء السيلوفان اللي هو غشاء التامور. والغشاء ده لما اتعمل بطريقة بديعة جدا، عبارة عن كيس، هذا الكيس اتحط واتقفل ووضع فيه القلب من الخارج، فبقى وتلف عليه كاملا، فبقى كانه طبقتين زي ما احنا شايفين، طبقتين، طبقة خارجية وطبقة داخلية، ويملأ الكيس من الداخل بسائل لينزلق القلب في نعومة وما يحصلش احتكاك بينه وبين الرئتين، لأن القلب عضو متحرك. ويمكن تمكين القلب في القفص الصدري لتحركه مختلف عن تمكين المخ مثلا، وعضو مهم ايضا اتحط في قفص صلب لا يتمدد والمخ لا يتمدد، اما القلب فاتحط في غشاء في من السلوفان الرقيق اللي هو النسيج الحي الرقيق مثل السلوفان وغشاء التامور، وايضا زود هذا الغشاء باعصاب الالم والحب والكر. وقد اشار المولى عز وجل في قرانه في سوره يوسف شغفها حبا، من الذي اخبر نبيه ومن الذي عرفه من قبل 14 قرن إن هذا الغشاء مزود بأعصاب الألم، كل أعصاب الألم موجودة بيسموها البرايتال بريكارديم أو السوماتيك نيرف سبلاي، أعصاب الوجع موجودة متركزة في هذا الغشاء. لذلك كلمة شغفها حبا أي مس شغف قلبها، يعني عرف أن الشغف هو موجود في أعصاب الألم، وعرف أن القلب هو مناط الحب. ويمكن في نظرية حديثة جدا لم تصل إلى درجة الحقيقة أو اليقين، لكن هناك إشارات ووقائع في الطب الحديث تؤكد هذه النظرية وتبرهن عليها. هناك علماء في الغرب يؤمنون أن القلب مناط الحب، وفي كتاب كامل اتعمل اسمه دافنشي كود أو شفر دافنشي، تقول أن القلب عضو مفكر حساس به أعصاب وخلايا عصبية كاملة النمو، حوالي 40,000 خلية عصبية كاملة النمو، لدرجة أن احنا ممكن نسميه المخ الطرفي. يعني ايه اللي يخلي في عضو عضلي حركي يضخ هذه الكميه من الاعصاب الا اذا كان له وظيفه تانية غير وظيفه الضخ؟ ويمكن في اشارات تراثيه وموروثات دينيه وايات قرانيه ونصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم الاثم ما حكى في الصدر، واشار الى الصدر. الواحد لما بيحس انه عمل حاجه غلط كده يبدا يشعر بالضيق في صدره، وقال تعالى ايضا صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. دايما اول التغيرات اللي بتحصل الفسيولوجية والبعد عن الأكسجين يبدأ الإشارة إلى القلب والضيق في الصدر. فكلمة شغفها حبا والتركيز على الشغف وغشاء البريكارديم دي مهمة جدا، والبريكارديم هذا مهم جدا أو غشاء التامور أيضا لعمل عضلة القلب، ده يحافظ على القلب من الحماية من الاحتكاك،
ايضا يساعده في الضخ والدوران، ولما بيحصل تلف او تليف او التهاب في هذا الغشاء بيعوق عمل القلب، وفي بعض الحالات بيسموها كونستريكت بريكارديتس، تبص لا يجي لك بحالات هبوط القلب نتيجه حصل التهاب في هذا الغشاء البسيط. فهذا الغشاء له وظيفه فسيولوجيه مهمه جدا في الصحه، وفي المرض بيكون عائق دون وظيفه القلب. ايضا في الصحه يساعد على ضخ الدم الى الاذين الايسر وامتلاء الاذين الايسر، يعني ضخ الدم ودخوله الى الاذين الايسر وامتلاء الاذين الايسر واستكمال الدوره الدمويه، معتمد ايضا على النشاط الفسيولوجي لغشاء التامور. سبحان المولى عز وجل الذي اشار برشاقه وبكلمه بسيطه جدا الى وظيفه هذا الغشاء. نحن لا نحمل النص اكثر مما يحتمل، لحنا شيوخ دين ولا نحن دار افتاء ولا نحن نتلبس ثوب الاعجاز، لكن مجرد متاملين، والكتاب مفتوح للتامل، وكتاب الكون اللي هو المنظور وهو الكون مفتوح للتامل، وايضا كتاب المولى عز وجل اللي هو كونه المقروء اللي هو القران وحديث نبيه المصطفى ايضا هو مفتوح للتامل. وكان المولى عز وجل يستطيع ان يكتب على هامش المصحف تفسير، لكن تركه مفتوحا لنتدبر ونتامل، وقال افلا يتدبرون القران، وما حددش من المتدبرين، مش لازم الطبري ولا ابن كثير، لكن فتح باب الاجتهاد وفتح باب التامل وباب التفسير الى قيام الساعه. وده تجديد الخطاب اللي احنا عايزين نتبناه. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله مع مزيد من التامل ومع الجديد في التامل في الكون وفي الايات الموجوده في النفس البشريه وفي انفسكم، افلا تبصرون.